بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ما جاء في تفسير هذه الآية، وأنها شاملة للنهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، لما أمر بالتوحيد في أول الآية قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه القاعدة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أنه إذا جاء الأمر بالتوحيد فإنه يأتي بعده النهي عن الشرك، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك، وعبادة الله لا تصح إلا بترك الشرك. هذه قاعدة في الكتاب والسنة. أمر سبحانه وتعالى جميع الخلق: يا أيها الناس، هذا عام لجميع الخلق، اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وقال ربكم اعبدوا ربكم، لأن الرب هو الذي يستحق العبادة، والرب معناه المربي لجميع الخلق بنعمه ورزقه ووحيه وإرسال رسله، كل هذا يدخل في معنى الرب سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبله، الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق، أما الذي لا يخلق إنه لا يستحق شيئا من العبادة. فمن يخلق فمن لا يخلق، أفلا تذكرون. فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، وجميع المعبودات التي تعبد من دون الله كلها لا تخلق، حتى أحقر الأشياء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا يخلقون الذباب، فكيف بما هو فوق ذلك؟ الذي يستحق العبادة هو الذي يقدر على الخلق، ولهذا تحدى الله المشركين الذين يعبدون من دون الله أن يبينوا ماذا خلقت آلهته، لما ذكر سبحانه مخلوقاته في أول سورة لقمان قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني، هذا تحدي. وقل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك
في السماوات. فجميع لا يقدر أي مشرك على أن يقول إن معبوده يخلق شيئا، ما دام كذلك بطل الشرك من أساسه، لأن العاجز لا يعبد، إنما يعبد القادر على الخلق سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذا تذكرتم هذا فإنكم تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا ممدودة ممهدة تنامون عليها وتجلسون عليها وتسيرون عليها ثابتة، تزرعونها تدفنون فيها تخرجون منها، هي فراشكم، والسماء بناء أي سقفا فوق الأرض فيه الكواكب وفيه الأفلاك وفيه الملائكة وفيه ما لا يعلمه إلا الله من العوالم. وأنزل من السماء أي من السحاب ماء هو المطر الذي تحيا به الأرض تنبت النبات. من الذي ينزل المطر إذا حبسه الله؟ فلن يستطيع أحد أن ينزله. مهما بلغت قوة البشر لن يستطيعوا أن ينشئوا السحاب وأن يمطروا المطر، هذا من خلق الله وإرادته سبحانه وتعالى. ثم أيضا البراري القاحلة البعيدة التي ليس فيها ماء ولا حولها مياه، يسوق الله لها السحاب فتمطرها فتنبت وتمسك الماء ويشرب الناس. من الذي فعل هذا؟ هل فعلته الأصنام؟ هل فعلته القبور والأضرحة؟ حشى وكلا. أنزل من السماء ماء وإذا شاء حبسه سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات، جميع الثمرات بأنواعها وأشكالها التي لا يعلمها ويحصرها إلا الله سبحانه وتعالى، جميع النباتات تنبت من ماء واحد ومن تربة واحدة وهي مختلفة، طعوم الروائح والألوان. من الذي خلقها سبحانه وفاوت بين الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزرع، وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يسقى بماء واحد وهي متجاورة في الأرض في قطعة واحدة. من الذي فاوت بينها وفرق بينها مع أن الماء واحد والتربة واحد؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. خرج به من الثمرات رزقا لكم، لو الله قادر على جل وعلا، الله قادر على أن يمنع النبات ويمنع الأشجار من أن تثمر، فمن أين يأكل الناس؟ من أين يأكل الناس؟ لكن بقدرته ورحمته أنبت الأشجار وأخرج الثمار للناس. فلا تجعلوا لله أندادا. لما ذكر الأدلة على توحيده نهى عن الشرك
فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو الشبيه والنظير والعديل. لا أحد يشابه الله، ولا أحد يعادل الله، ولا أحد يماثل الله جل وعلا، فكيف تجعلون له أمثالا وشبها ونظرا لا يساوون سبحانه وتعالى؟ الشرك تسوية المخلوق بالخالق، العاجز بالقادر، هذا من أبطل الباطل. هذه براهين عقلية وهم يعترفون بها، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر، يعترفون بهذا كله، ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يقدر على شيء. هذا من انتكاس الفطر، ذهاب العقول. وأنتم تعلمون أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، هذا خطاب للمشركين، يعلمون أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله، فكيف يعبدون معه غيره ممن، وكيف يسوون به غيره ممن هو عاجز وفقير ومحتاج؟ لكن فطر منحرفة وعقول فاسدة. الله أقام عليهم الحجة بما يعترفون به، وهو توحيد الربوبية، أقامه حجة وبرهان على توحيد الألوهية. وهذه طريقة القرآن في سوق الأدلة على التوحيد، براهين عقلية، براهين قاطعة ساطعة ليس فيها غموض. لكن أين العقول التي تفكر؟ يحكمون العادات والتقاليد على البراهين، وهذا من أعجب العجب. ويصدقون دعاة الضلال ويكذبون الرسل، هذا العجيب، يصدقون دعاة الضلال وشياطين الإنس والجن ويكذبون الرسل. الرسل يدعون إلى التوحيد، وشياطين الإنس والجن ودعاة الضلال يدعون إلى الشرك، فيتبعون دعاة الشرك ويتركون دعاة التوحيد. هذا من انتكاس الفطر وذهاب العقول. بعدين يجي واحد يقول هؤلاء جهله ولا قامت عليهم حجة، هؤلاء الذين يعبدون القبور جهال، والقرآن بهذا الوضوح وبهذا البيان وهم يقرؤونه، هؤلاء جهال؟ إذا كانوا جهالا فمتى يكونون علماء؟ القرآن واضح في هذا، هو يقولون هؤلاء جهال، إلى متى الجهل؟ الجهل هذا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن ودعوة الرسول إنه زال الجهل، ولم يبقى إلا العناد أو التجاهل. هذا ليس بحجة ولا بعذر. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم، هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، ترجمان القرآن، فسر الأنداد لأنه الشرك. لا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا به أحدا، هذا هو اتخاذ الأنداد وجعل الأنداد. فلا تجعلوا، شف، فلا تجعلوا، أنتم اللي جعلتموهم، أنتم الذين جعلتموهم أندادا لله، وإلا فهم ليسوا شركاء لله ولا أندادا لله، لكن أنتم جعلتموهم وادعيتم لهم هذا. لا تجعلوا لله أندادا، قال هو الشرك. والشرك
ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو شرك ظاهر، وشرك أصغر وهو خفي. الشرك الأكبر الظاهر مثل عبادة الأصنام، عبادة الأشجار والأحجار والقبور، هذا شرك ظاهر، يذبح لهذه الأشياء وينذر لهذه الأشياء ويستغيث لهذه الأشياء، هذا شرك ظاهر، شرك ظاهر واضح. وشرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف عبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف كما يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان، هذا هو الشرك الأكبر. يرجوه يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما خافت الواحد الديان، هذا الشرك الأكبر، هذا واضح. والنوع الثاني شرك أصغر وهو خفي، سمي خفيا لأنه يخفى على الناس ويتساهلون به، يخفى عليهم ويتساهلون به، وإن كانوا مسلمين وإن كانوا موحدين لكن يخفى عليهم ذلك، هذا الشرك الخفي. وهو نوعان: شرك في الألفاظ وشرك في النيات. الشرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وما أشبه ذلك، هذا شرك في الألفاظ ليس معه نية، وإنما هو شرك لفظي. والنوع الثاني شرك في النوايا والمقاصد، وهو الرياء والسمعة، لأنه في القلوب لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس عن هذا النوع من الشرك الذي هو الشرك الأصغر: أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، لأن الناس لا يعرفونه ويتساهلون به وهم مسلمون موحدون، لكن يتلفظون بهذه الأشياء، يتلفظون بها، أو يكون عندهم رياء في قلوبهم. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا يقع من المسلم ويقع من الموحد، وهو خطير لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، يجب معرفته ويجب تجنبه، تجنب الألفاظ التي فيها شرك، تجنب النيات والمقاصد التي فيها شرك، ويخلص لله عز وجل. أما الشرك الأكبر فهذا لا يقع من مسلم، الشرك الأكبر لا يقع من مسلم، وإن ادعى الإسلام فهو غير مسلم. الذي يدعي أنه مسلم ويعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا ليس بمسلم، لأنه مشرك من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن الشرك الأصغر يحصل من أهل التوحيد، يحصل من أهل الإيمان، لذلك يجب عليهم أن يحذروه، لأنه خفي، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، سواد في سواد ما يرى، النمل أسود والليل أسود والحصاة سوداء، من يشوف هذا؟ هذا التمثيل لخفى هذا الشرك على كثير من الناس، يتساهلون به ولا يلقون له بالا، يجب الحذر منه لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، ولأنه وإن كان شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر كما يأتي.
نعم. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. نعم. وهو أن تقول هذا توظيفه، هذا توظيفه. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا طارق، والله وحياتك، والله هذا صحيح، حلف بالله عز وجل هذا صحيح، لكن يقول وحياتك، تارة يحلف بالله وتارة يحلف حياة المخلوقين، هذا شرك، حلفه بالمخلوق شرك، والله وحياتك هذا حلف بغير الله. نعم. والله وحياتك يا فلان وحياتي، حياتي أو حياة المخاطب كله سواء. نعم. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني يسندون الأشياء إلى الأسباب. الكلب لا شك أنه حارس، أنه ينبه على مجيء اللصوص ويتخذ الحراسة، لكن ما هو اللي منع اللص من السطو، الذي منعه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الكلب سبب. أحيانا يكون عندك 10 كلاب أو 100 كلب ويسطو عليك اللصوص إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ليس الكلاب وحدها هي التي تحرسك، وإنما هي سبب قد تنفع وقد لا تنفع إذا جاء القدر، فيجب على العبد أن يعلق قلبه بالله عز وجل. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، فلذلك يتخذون البط أو الببغاوات أو أنواع من الطيور تصوت إذا استنكرت أحدا فيتنبه صاحب البيت، فيها فائدة لا بأس، لكن ما تسند إليها سلامتك من اللصوص، لا تسند هذا للبط، وإنما تسنده لله عز وجل، هو الذي حفظك وهو الذي دافع عنك، فهي بالبط. أحيانا يسرق الإنسان عنده بط إذا أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، كذلك التشريك في المشيئة، ما شاء الله وشئت، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا فقال قل ما شاء الله ثم شئت، ائتي بثم، لأن الواو تقتضي التشريك، تقتضي التشريك، وأما ثم فتقتضي الترتيب والتعقيب، الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فإنما هي لمطلق الجمع، تقول جاء فلان وفلان، جاء فلان وفلان بالواو اشتركا في المجيء، ولا ميزة لأحدهما على الآخر بالتقدم أو التأخر، يمكن جاءوا جميعا، جاء فلان وفلان أي جميعا، لكن لو قلت جاء فلان ثم فلان علمنا أن مجيء الأول مقدم ومجيء الثاني متأخر، ولم يحصل بينهما اشتراك في المجيء، وإنما هذا بعد هذا، هذا مقتضى اللغة. كذلك في المشيئة تقول ما شاء الله ثم شئت، العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، له مشيئة، رد على الجبرية يقول العبد ما له مشيئة وإنما هو مجبر، الله أثبت للعباد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن لا تجمع بين المشيئتين بالواو، تقول ما شاء الله وشئت، فتجمع مشيئة المخلوق مع مشيئة الخالق، هذا شرك، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم ترتب. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان، كذلك لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، الصحيح أن تقول لولا الله ثم فلان، ولا تجمع بين الله وبين فلان بالواو، لأن هذا يقتضي التشريك،
واللفظ الصحيح أن تقول ما شاء لولا الله ثم فلان ما حصل كذا وكذا، لأن فلان سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع، ولكن تحصيل النتائج هو من الله جل وعلا. نعم. لا تجعل فيها فلان، لا تجعل في هذا اللفظ فلانا بالواو، ولكن اجعل ثم، أو اجعل الله فقط، تقول ما شاء الله يكفي هذا، ما شاء الله لولا الله يكفي هذا، لكن كان ولا بد تبي تذكر فلان اذكره بثم. نعم. هذا كله به شرك، هذا كله به أي بالله شرك، لأنه شرك في الألفاظ. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصواب عن ابن عمر، الصواب عن ابن عمر. نعم. وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو أشرك، أو يحتمل أنها شك من الراوي، هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، ويحتمل أنها من أصل الحديث، وأنه يحصل منه الأمران الكفر والشرك، لكنه شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة. فالحلف بغير الله شرك وكفر، لكنه أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا عظم المخلوق مثل ما يعظم الخالق فإنه يكون شركا له. فإذا حلف بمخلوق يعظمه كما يعظم الله أن هذا شرك أكبر، مثل ما عليه عباد القبور، فإنهم يحلفون بالله ويكذبون، ولكن لا يحلفون بالقبور إلا وهم صادقون، لأنهم يخافون من القبور أن تصيبهم بسوء. فإذا قيل له احلف بالله بادر إلى الحلف، وإذا قيل له احلف بمن تعظمه من الموتى كالبدوي أو الحسين أو ينتفض ولا يستطيع يتكلم، لأنه يخشى أنه يصيبه، فهذا شرك أكبر بلا شك. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. الحلف بالله كاذبا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب، لأنه كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالله فليصدق. هذا من تعظيم الله جل وعلا، إنه ما يحلف به وهو كاذب. فالحلف بالله كاذبا هذا ذنب وسيئة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله أشد، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، هما سيئتان، الحلف بالله كاذبا هذه سيئة، الحلف بغير الله سيئة، لكن الأولى سيئة عمل، والثانية سيئة شرك، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، فهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من الكذب. فابن مسعود من فقهه رضي الله عنه يقول إن الحلف بالله كاذبا، لأن هذا توحيد، الحلف بالله توحيد، ولو كان الإنسان كاذبا، والحلف بغير الله شرك وإن كان صادقا. إذا قارنت بينهما وجدت أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. هذا وجه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فهذه مقارنة بين الأمرين. وليس معناه أن الإنسان يتساهل بالحلف بالله كاذبا، لكن لو وقع هذا، واحد حلف بالله كاذبا وواحد حلف بغير الله صادقا، أيهما أشد؟ الذي حلف بالله بغير الله كاذبا أشد، لأنه أشرك، والأول أذنب ذنب وهو الكذب. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نهى عن العطف بالواو وأمر بالعطف بثم، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، وأما ثم فتقتضي الترتيب والتعقيب، فهي تبعد الإنسان عن الشرك، لأن العبد له مشيئة، ولكن مشيئته بعد مشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله ثم شئت يوافق الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله، يعني الله جعل لنا بدائل صحيحة، جعل لنا بدائل صحيحة نتخاطب بها وتغنينا عن الألفاظ الشركية. وهذا يوجب على المسلم أن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك، يتعلم التوحيد وأنواع التوحيد، يتعلم الشرك وأنواع الشرك حتى يتجنبها. لا تكفي معرفة التوحيد بدون معرفة الشرك، لا بد من الأمرين. الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد أنك تعرف الأمرين. ويقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد تعرف ما هو الطاغوت وما هو الكفر به، وتعرف الإيمان بالله ما هو. لا يكفي معرفة الحق فقط، بل لا بد أن تعرف أيضا ما يضاد الحق من أجل أن تتجنبه. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره: أعوذ بالله وبك. إبراهيم النخعي أحد كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه يكره، والكراهة عند السلف معناها التحريم، الكراهية عند السلف معناها التحريم. فإذا قال الإمام أحمد: أكره كذا، فمعناه أنه يحرمه، أو قال النخعي: أنا أكره كذا، فمعناه أنه يحرمه. أما عند المتأخرين الكراهة يراد بها كراهة التنزيه، وإبراهيم النخعي من التابعين، فهو يريد بالكراهة التحريم. كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. العوذ هو الالتجاء، عندما تخاف من عدو فإنك تلتجئ إلى الله، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من هذا العدو، لأعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تعوذ بالله مما تخاف، هذا عبادة، والاستعاذة من أنواع العبادة. فلا تجمع بين المخلوق والخالق الاستعاذة، أيضا المخلوق يستعاذ به حسب قدرته، يمكن أنك تلجأ إلى شخص أنه يحميك من العدو، تطلب منه المساعدة إذا كان يقدر على ذلك، مخلوق حي قادر يسمعك،
أطلب منه فلتجي إليه، ما يخالف، هذا من الأسباب. استغاثه الذي بشيعته على الذي من عدوه، جوز هذا إذا كان حيا قادرا على أن يغيثك وأن يعيدك، لا بأس، تطلب منه النصرة والغوث، تطلب منه اللجوء، تلجأ إليه، هذا من الأسباب. لكن لا تجمع بين الله وبين المخلوق بالواو فتقول أعوذ بالله ودوكا. فإذا أردت أن تلجأ إلى مخلوق فإنك تقول أعوذ بالله ثم بك، هذا هو التوحيد. أما أعوذ بالله وبك هذا شرك، وفرق بين اللفظين كما سبق. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، لأنه شرك، ويكره معناه يحرم. نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لأنه لا شرك حينئذ، لأنه عطف بثم التي هي للترتيب والتعقيب. نعم. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان كما سبق هذا. نعم. قوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحالي عبد. هذا هو اتخاذ الند. اتخاذ الند قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نعم. كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال الله تعالى عبدة الأوثان وعبدة القبور كلهم يرجون ويخافون من معبوداتهم كما يرجون ويخافون من الله. نعم. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد ابن كثير في تفسيره، قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به، يجعلونه عدلا له. نعم. ومعادلا. نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. نعم. وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم. الكتب السماوية كلها جاءت بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أو اجتنبوا الطاغوت، وكل الرسل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي سائر الكتب المنزلة على الأنبياء. نعم. قوله عن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك. قول ابن عباس أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذا من باب التحذير، لأن هذا الأمر أمر يخفى على كثير من الناس ويتساهلون به ويجري على ألسنتهم، فينبغي الحذر منه. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نعم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
إذا كان هذا في الشرك الأصغر فكيف في الشرك الأكبر؟ هذا تنبيه من ابن عباس. لماذا ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بها الشرك الأصغر ينبه به على الشرك الأكبر أنه أشد؟ بعض الناس يقول ما دام ما عندي شرك أكبر الأمر سهل، أقول ما شئت وما خالف، أنا ما عندي شرك أكبر. أقول لا، ولو كان ما عندك شرك أكبر احذر من الشرك الأصغر أيضا، أن يجري على لسانك أو في تخاطبك. وهذا يتساهل فيه الناس اليوم، إذا بغوا يمدحون شخص والله لولا أنت ما حصل كذا، لولا فلان ما حصل كذا، مجهودات فلان، أعمال فلان إلى آخره، ولا يذكرون الله عز وجل، كله الثناء لفلان وكل الذكر لفلان، وكأنه هو الذي خلق هذه الأشياء. نعم، يضرك إذا قلت لولا الله ثم فلان، هذا من الله ثم من فلان، لولا الله ثم فلان، تحقق توحيدك. نعم، وأيضا صاحبك هذا اللي تمدح ما يزعل إذا قلت لولا الله ثم أنت، لولا الله لولا الله ثم مجهوداتك وأعمالك، ما يزعل هو ولا، وأنت تحقق التوحيد وتحصل على الغرض وهو مدح صاحبك. نعم، لكن هذا يبي تعلم، يبي تفطن. قد كثر الآن في النوادي والخطب والاحتفالات والصحف والمجلات تساهل في هذه الألفاظ، يبالغون في المدح والثناء على الناس، ويسندون الخير والفضل إليهم إلى المخلوقين، وينسون الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا من اتخاذ الأنداد، الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد، وإن كان شركا أصغر. نعم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. نعم، أو تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بمعنى الواو. نعم، فيكون قد كفر أو إياكم، يعني وإنا وإياكم. وأو تأتي بمعنى الواو أحيانا، تأتي بمعنى الشك، تأتي بمعنى التخيير، لها معاني، تأتي بمعنى الإباحة، خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، هذا في الألفية، هذه معاني أو. نعم. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. نعم. ويكون من باب كفر دون كفر. نعم، كفر وأشرك ليس معناه أنه خرج من الملة، لكن معناه أنه حصل عنده شرك أصغر في اللفظ. وهذا يرد على اللي يقولون الآن أن الإنسان لو فعل ولو تلفظ ولو قال ما يحكم عليه بالشرك ولا بالكفر حتى يعتقد بقلبه. شوف، ابن عباس جعل هذا من الشرك وهو في الألفاظ فقط بدون نية وبدون قصد في القلب، وهؤلاء يقولون لا، ما يكون مشرك حتى يعتقد بقلبه، لو استغاث بالميت يقولون ما نحكم عليه بالشرك حتى نعرف ما في قلبه. يا سبحان الله. نعم، أنتم موكلون بالقلوب ولا موكلين بالحكم على الظاهر؟ إحنا ما لنا إلا الظاهر، أما القلوب فهذه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. نعم. لكن الشرك
أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقول. الحلف بغير الله من الكبائر. الحلف بغير الله من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر لأنه الشرك. والكذب من الكبائر أيضا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من صفات المنافقين، لا حدث كذب. ولكن كبيرة الذنوب أخف من كبيرة الشرك. صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء. كلام ابن مسعود. ومن المعلوم. نعم، كلام ابن مسعود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. نعم. لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. نعم. قوله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع. في وضعها يعني في أصل اللغة كذا، الوضع يعني اللغة. نعم. لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم. لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. نعم. بخلاف الفاء وثم، وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك. نعم. وهذا ونحوه من الشرك الأصغر. قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، بخلاف من ليس كذلك، يعني الاستعاذة بالمخلوق إذا كان يقدر. إذا كان يقدر فيجوز أنك تقول أعوذ بالله ثم بك. أما إذا كان المخلوق لا يقدر، أو كان ميتا، أو كان غائبا، فلا يجوز الاستعاذة به. نعم. وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، بخلاف من ليس كذلك ممن لم يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين، لا تجوز الاستعاذة بهم. نعم. قال حتى لو قال أعوذ بالله ثم بك يقوله للميت، هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على شيء، وإنما هذا يقال في حق الحي القادر: أعوذ بالله ثم بك من شر فلان. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم. المسألة الأولى فيه بيان تفسير سورة البقرة، آية البقرة: ألا تجعلوا لله أندادا، وأن ابن عباس فسرها بالشرك الأصغر تنبيها على الشرك الأكبر، وجعل منه قول لولا الله وفلان، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، لولا البط في الدار لأتانا النصوص، ما شاء الله وشئت. كل هذا يدخل في جعل الأندال لله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يعتقد لو قاله بلسانه فقط. نعم. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم. يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر لأنها تعم الشرك الأصغر، لأن الآية عامة: فلا تجعلوا لله أندادا، عام هذا اتخاذ الأنداد سواء بالعبادة أو حتى ولو بالألفاظ يدخل في الآية، مثل ما سبق في أن حذيفة بن اليمان لما قطع التميمة من شخص قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية في الشرك الأكبر، وحذيفة استدل بها على الشرك الأصغر وهو تعليق التميمة، فالصحابة يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على المنع أيضا من الشرك الأصغر.
نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه شركا، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، وهو شرك أصغر، إلا إذا كان في نيته أن المحلوف به يساوي الله، هذا شرك أكبر. بل بعضهم أن المحلوف به أعظم من الله، ولذلك يتهاون بالحلف بالله ولا يتهاون بالحلف بالقبر أو الولي، هذا عندهم أن المخلوق أعظم من الخالق. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين على الكذب، اليمين على الكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، هذا اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة أو الحلف على الكذب، لكنه أخف من الحلف بغير الله عز وجل، لأن اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله كبيرة شرك، والشرك أعظم من الذنوب. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، الفرق بين الواو وثم، أن ثم تجوز العطف على الله، والواو لا تجوز العطف على الله، لأن الواو للمشاركة والمساواة، وأما ثم فهي للترتيب والتعقيب. نعم. باب يكفي. يقول فضيلة هذا مما يدل على أن طالب العلم يجب عليه أن يتعلم الشرك الأكبر ويتعلم الشرك الأصغر أيضا، ويقتصر على معرفة الشرك الأكبر، بل ويتعلم الشرك الأصغر متى يكون وبماذا يحصل حتى يتجنبه ويحذر منه، لأن الشرك الأصغر إذا اعتاده الناس تدرجوا إلى الشرك الأكبر، وكونهم يتجنبون الشرك بجميع أنواعه هذا لا شك أنه هو الواجب على الناس حتى الأصغر.